بعد الاستئذان من صاحب السمو يسعدني أن أعبر نيابة عن أخواني لسموكم عن شكرنا وتقديرنا للموقف النبيل الذي اتخذتموه فيما يتعلق بتطبيق القوانين على الجميع بحزم، وهذا هو الحقيقة المطلوب، وهذا هو الذي سوف يؤمن للبلد الأمان والاستقرار، والقانون يجب أن يكون فوق الجميع. ولا أريد أن أطيل بالحديث لأن قد يكون هناك من يريد أن يتحدث من أخواني، ولذلك أعبر عن شكري وتقديري مرة ثانية لسموكم. شكراً.